صباح الخير لك. طبع على اهلي وجيراني. اهلي ورفقاتي صباح الخير ان شاء الله. سعد صباحكم لاهلي طبعا اول شيء. صباح الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. طبعا الكلمه الطيبه بتقرب الناس من بعضهم وبتلغي الحواجز بيناتهم. الكلمات اللي بتحمل طابع سلبي مزعج بتسبب توتر بالتواصل الاجتماعي ويمكن بتهدم العلاقات الجيده. لهيك نحاول قد ما بنقدر يمكن نبدا صباحنا بشويه رواء رغم كل شيء صعب اكيد عم نمر فيه كسوريين، ويمكن ندرس شوي كلماتنا قبل ما نحكيهم لانه ما حدا ناقص وكل حدا اللي فيه مكفي. يسعد صباحك يا ورد. صباح الخير يا آية. تخيلي قلك انه انت مالك منيحه، انت مزعجه، انت مثلا فيكي هالنقطه السلبيه عم وجه لك انتقاد ولكن بطريقه غير مدروسه، لانه بحياتنا في كثير من الاشخاص ما بنقدر ننساهم، يمكن بيضلوا ذكرى بحياتنا بسبب كلمه حلوه او بسبب كلمه سيئه. صحيح. او بسبب نصيحه ممكن قدموها لنا وبذلوا جهود تجاهنا بيوم من الايام. رح نحكي مفصلا على كل حال بهالموضوع من بعد ما نصبح على الشيف حسن ابو السرور يلي صار جاهز معنا مع طبخه عرفتها انا تحت الهواء وكثير طيبه ولذيذه. صباح خير يا شيف. يسعد صباحك. يسعد صباحك شيف. يسعد صباحك عيا. شو محضر لنا اليوم؟ حنساوي لازانيا. 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 بطريقة الشيف حسن أبو السرور وهي طبعاً. بالمطبخ العالمي معروفة أكيد. مطبخ الوصفات الإيطالية صح؟ تماماً أكيد. أكيد كل شيء فيه معجنات، كله رقائق وفيه طبعاً. شغل وتعب. رح ننضم لك من بعد شوي لتبلش. على عيني. شكراً شيف. طيب اللازانيا. لا غبار عليها بس أبداً. ثقيلة. ثقيلة تماماً يعني صحن صغير بيمشي الحال. بكل أحوال مشاهدينا نحن بدينا حلقتنا اليوم عم نحكي عن التواصل بين الناس وأثر الكلام يلي بيوجهه الأشخاص المحيطين فيهم على حياتهم وتحديدا الانتقاد. طبعا بالواقع الانتقاد ممكن يكون عامل تحفيزي لنطور ذاتنا يمكن ونتخطى كل العقبات بحياتنا، ولكن بشروط، يعني يكون مقدم بطريقه مناسبه وبنفس الوقت يكون بمكانه. تمام. ويكون من شخص جدير بالانتقاد. تماما. يعني انا ما بقبل اي حدا ينتقدني الا يكون جدير بالانتقاد او اقلها يكافئ او اعلى، يعني مو بس انا، اي ناس حدا. اي حدا بيقبله مثل ما قالت آية بالطريقه المناسبه. ممكن يكون انتقاد عمل مؤثر سلبي على نفسيه الشخص، بتعبه وبيخليه يخاف من اي خطوه بيقدم عليها مستقبلا. عموما على صفحتنا الخاصه على الفيسبوك طرحنا السؤال التالي: كيف تتعامل مع الانتقاد يلي بيتوجه لك؟ ممكن ترد او ممكن تتجاهل. فيكم تشاركونا من خلال ترك تعليق على البوست اللي شفتوه. نحن رح نروح هلا لبين الناس بالشارع السوري ونشوف شو جاوبونا لكاميرا صباح الخير لما سالناهم نفس السؤال. كيف تتعاملي مع الانتقادات اللي بتتوجه لك؟ حسب الانتقاد اذا كان بادب او لا. اذا كان بادب اي بتقبل وبمشي عادي، اذا كان مو بادب ببدي انزعاجي بطريقه ما. انتقادات بتوجه لي ما حدا ناقضني. احيانا بعصبيه اذا كنت بالاساس مشحون، واحيانا برواء اذا كنت رايق. هلا في عالم او اشخاص يعني بيوجهوا الاساءه بطريقه كثير سلبيه، فهدول الاشخاص انا ما بفضل بصراحه حاكيهم او حتى يعني بفضل اتجاهلهم، لانه انسان هيك حكاكي بهيك طريقه يعني ما في مجال تتناقشي معه اساسا. هلا اذا انتقادات بناءه ما في مشكله، يعني اوكي بقبلها. سيئه وخاطئه يعني ما انا صحيحه، ببرم وجهي افهمه للشخص انه لا انت مثلا ما فهمت الفكره صح، يعني فهمانه بشكل خاطئ. هلا السلبيه بسكت ما برد، والإيجابية بنبسط يعني ما بتعامل معه، خلص تقضي لا يشبع شو عمل له. يعني الواحد اللي عنده ثقة بنفسه دائما ما بيتأثر بأي شيء محيط، غير إذا هو مقتنع إذا في شيء غلط، وإذا كان في شيء انتقاد بناء فأكيد أنا باخذ فيه بعين الاعتبار، بس ما ببين إنه هذا نقطة ضعف عندي. شوي أنا بحترم زيادة المشاعر، يمكن ما لازم بهالوقت هيك، إنه اللي بينتقدك سيء لازم تنتقدي كمان سيء تورجيه غلطه، بس يعني شوي يمكن لسه عنا احترام زايد للآخرين. برد له بطريقة بالعكس إيجابية بتستفزه أكثر. هلا إذا كانت بصراحة يعني الإساءة كثير مزعجه يعني بجوز رد لها، بس مو بنفس يعني مثلا طريقه حكي او كذا او عاتبه يعني عتاب، اما اني رد الاساءه باساءه لا اكيد. اكيد صار وقت ننتقل لعند الشيف حسن ونبلش معه اللازانيا ونشوف شو الطريقه وشو هيك الشيء الغريب اللي رح يكون فيها اليوم معك يا شيف.
تفضل. شكرا آية، شكرا ورد، يسعد صباحكم عن جديد. حنقول نحن المكونات اليوم تبعنا تبع طبختنا هو لازانيا باللحمة، حنساويها عنا حوالي شويتين لحمة، عنا بصلتين مفرومين ناعم، عنا جزر حبتين جزر مفرومين ناعم، عنا بندورة حوالي شي كيلو بندورة مفرومة ناعم، عنا رب البندورة، عنا زيت، عنا ورق غار، فلفل، وممكن نضيف أوريغانو وملح طبعا، وأكيد عنا رقائق اللازانيا بتجي جاهزة. هاي نحن قبل هالمرة سويناها جاهزة، رأسا حضرنا احنا العجينة مع بعض وقتها. وعنا بالنسبة للبشاميل عنا معلقتين طحين أو ثلاث معالق على هو الكمية اللي بدنا إياها، عنا ثلاث معالق زبدة، عنا جوز الطيب، عنا مكعب مرق دجاج، وعنا حليب، ممكن نضيف له كريمة. هلا خلينا نبلش أول شيء بتقلاية اللحمة، هنحط شوية زيت، هنضيف هلا اللحمة لنقليها. هلا لبين ما تنتقل اللحمة خلينا نبلش شوي بالبشاميل كمان، خلينا نضيف الزبدة. هنحط لها كمان شوية زيت نحن عشان ما تحترق الزبدة معنا. احنا بدنا نشتغل على التنتين سوا، صوص البندوره وصوص البشاميل سوا مع بعض. نحن مساوينه اكيد قبل هالمره نحن صوص البشاميل مع بعض، بس نحن عشان نكسب الوقت عم نساوي هلا مره ثانيه كمان مع بعض. هلا بلش ندوب الزبده، عم نضيف الطحين، انا صوص البشاميل بدي اياه شوي مريق، ما بدي اياه كثير جامد. نبلش نقلي الطحين مع الزبدة، بس ياخذ الطحين شوي مع الزبدة اللي باللحمة. نحن هون عم نستخدم لحمة ناعمة كرمال انه تغطي كل يعني كل اني ممكن يطلع لحمة تصير بوسط الاكل. ممكن ما نستخدم اللحمة، نساويها بالخضار، نساوي الجزر، نضيف بدال اللحمة ممكن نساوي انجينار، ممكن نحط بازاليا، ممكن فاصولية، بتصير كلياتها خضار الاكلة. هلا هون الطحين صار جاهز عنا مع الزبدة، هنبلش نضيف الحليب. نضيفه على دفعات الحليب طبعا. نسترجع نصير عجينة تصير طرية عشان ما تكتل معنا. هلا بين المرحلة صارت بالشكل هذا، هلا ما عاد تكتل، فينا نضيف شوي كمان زيادة. هلا هيك بس نحرك شوي نحن بسرعة كرمال تروح كل التكتلات، إذا كان في تكتلات طبعا. هلا صار فينا نضيف كمية الحليب كاملة، نتركها لتغلي لناخذ السمكة طبعاً المطلوبة. نرجع للحمة، نقلبها تقليبتين وبدنا نشوف شو صار معنا باللحمة كده، إذا تكتلت أو أي شيء. هلا تتقلى اللحمة طبعاً. نحن بهالمرحلة صار هلا فينا
نضيف باقي المكونات. حنضيف لحنا الجزر والبصل. هلا حنضيف الجزر او البصل عفوا اول شيء. لينا البصل نشوف البشاميل تبعنا. هلا بالاخير رح نحط بشاميل. حنضيف له بالاخير حنضيف له مكعب مرق دجاج وحنضيف له الملح طبعا ورشه فلفل ابيض ورشه جوز الطيب. البشاميل صار عندنا تقريبا هيك. هلا بس نجرب انه نستنى ليغلي ونشوف شلون حيصير يطلع معنا. حرك بس تحريكه. هلا البصل بما انه عم يتقلى حنبلش نضيف الجزر حوالي شي حبتين جزر وسط حجم وسط تقريبا. من قلية. طبعا نحن هلا حنضيف رب البندورة. نحن بدنا نقلي رب البندورة شوي مع البصلة مع الجزر مع اللحمة كلياتها. طبعا بالاخير نحن هلا بس لنخلص طبعا بنضيف البندورة وحنحط الورق الغار ورشة فلفل ابيض ورشة اوريجانو بالاخير وملح طبعا. بنستناها لتتعقد شوي على النار وبنشوف شلون نحن حنساويها مع بعض كلياتها بالطبيخ بالفقره الثانيه شلون حنطبقها مع بعض كلياتها. هلا نحن بس نستناها لتنقلها البصله مزبوط واللحمه مزبوط والجزر مزبوط. طبعا مثل ما قلنا حنضيف البندوره ونتركها على نار هاديه تقريبا شي 10 دقائق ربع ساعه. هلا نحن بما نساوي هالشيء بنرجع لعند ورد وآية وبنكمل باقي الفقرات وبنشوف الفقرة الثانية شو النتائج تبعنا. شكرا شيف حسن. شكرا شيف. شكرا لك. طلعت وضيوفنا معزومين اليوم معنا على الغداء. ايه اكيد طبعا ان شاء الله. يعني الريحة كثير طيبة عن جد. فعلا ايه الريحة هيك يا جماعة عند الصباح يعني الواحد يكون مو فطران ما بحكي لكم قد ايه الوضع جميل. المهم بدنا نحكي اليوم على موضوع يمكن كل الصبايا بيعانوا منه، الشعر ما في شك بانه بيحتاج لعنايه خاصه وتحديدا بالفترات الانتقاليه بين الفصول، طبعا مع اقتراب انتهاء فصل الصيف وبدايه فصل الخريف بيبدا الشعر بالتساقط بكميات اكبر بالاضافه لزياده جفاف الشعر وتاثير مياه المسابح والبحر على حيويته. خبراء العنايه بالشعر يا آية بيقولوا انه لازم الصبايا ياخذوا بنصائح عديده، مو بس الصبايا كمان بعض الشباب لانه شعرهم بيتساقط بهالفترة بشكل مبالغ فيه. وشو هي أفضل طرق العناية بالشعر حسب نوعه وموضة خريف 2020؟ ما بعرف إذا في موضة كمان هالسنة. فشو القصات شو الألوان؟ هذا اللي رح نحكي فيه مع خبيرة العناية بالشعر الأستاذة جوجو الأشقر. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير آية. فيكي متفائل فيكي والله. مرسي كلك زو عن جد. صباح الخير لألكم. دائما شو بيقولوا؟ بيقولوا ما بعرف هذا موسم الباذنجان هذا اللي بنسمعه دائما، لانت ما بهر شعرك موسم باذنجان هو ما بيخلص؟ ليش الشعر؟ هلا انا ما بحس كثير له علاقه موسم الباذنجان بالشعر عن جد، بس هو قيل عن قال فهيك لا بلشوا يتداول موضوع الباذنجان. اوكي. هلا هو دائما نحن عندنا بالحياه الطبيعيه الانتقال من الصيف للشتويه بصير مثلا خريف. الخريف هو بتساقط فيه الاشجار بتساقط فيه الشعر حتى نحن بتلاقينا نحن بلشنا شحوب بوجهنا لانه نحن كان عندنا مثلا شتويه واجينا على الصيف مثلا فهذا كله بيتغير بيصير معنا نحن هرموناتنا بتتغير بشرتنا بتتغير حتى جذور الشعر نحن عنا بتغير اول شيء هي اللي بتضعف يعني لهيك نحن ببلش نحن عنا تساقط الشعر. هو طبيعه الشعر يتساقط بشكل يومي بيقولوا انه بمعدل 100 ل 200 شعره باليوم. أكيد. طبيعي بس نحن مثلا في سيدة بتكون عم تمشط شعرها بتلاقي الفرشاية تعبت كلها شعر. هون شو بيكون صاير؟ هلا هون السيدة أو مثلا أنسل بتعمل هيك مثلا بتلاقي كل يوم بتمشط شعرها، نحن مثل ما قلت أنت نحن بالأحوال الطبيعية العادي نحن بتتساقط 100 شعرة بالنهار،
او مثلا اقل شوي او اكثر شوي، بس هي هذا الطبيعي اللي هي مثلا تكون مثلا فايقه الصبح عم تربط شعرها بهل لكم شعرها هي عم تنشطهم. بس في منهم صبايا كثير بيعانوا موضوع انهم بس يمشوا بالحمام كثير بيطلع عندهم كميه هائله من الشعر والتساقط. هلا هون اكيد بيكون هي عندها مشكله انه هي مثلا لازم تعمل تحليل، تحليل مثلا الحديد كثير بيأثر، الفيتامينز كثير بيأثر، عندها نقص مثلا فيتامينز، فهذا كله بيأثر عليها. لانه نحن دائما انا بقول انه هو اول شيء اللي هو غلط بيصير مثلا بالتساقط هو اول شيء بنضر الشعر الراس، بعدين بنضر الاظافر، بعدين بقى نحن باقي الجسم اللي هو نحن مثلا نخسر شوي من وزننا او منزيد حسب يعني، فهو بيكون نحن عندنا اصلا نقص من الكلس. تمام. يعني مثل ما كنا عم نحكي انه فصل الصيف بالبدايه حكينا انه فصل الصيف هو كثير بياثر على الشعر وما في شك بانه بيضره، يمكن موضوع حتى المي المالحه يمكن كمان بتاثر بشكل وبحر. تماما، فهذا كله بضر الشعر. شو الخطوات اللي نحن لازم ناخذها هلا خطوات فعاله تكون بهي الفتره ونحن داخلين فيها اكيد على فصل الخريف؟ هلا انا بحس كل الصبايا صاروا انه يفهموا موضوع انه نحن قبل ما ننزل على البحر او نحن ننزل على مسبح في شيء اسمه برودكت بينحط قبل لحتى يعالج او لحتى يعمل كفر للشعره لحتى يحافظ عليها ان كان من المي المالحه او من الكلور. فنحن اكيد في من الصبايا كثير بحسهم صاروا عندهم هي المفهوم انه هن يحطوا هذا البرودكت انه هن يرشوا منه او يبخوا منه قبل ما ينزلوا على هي المواد المالحه او الكلور. وهلا هذا الشيء كمان في منهم صبايا بيكونوا عاملين اوريدي هن شعرهم ساحبين لون او تعبان من الاساس ومعرض للشمس كمان، كمان اشعه الشمس كثير مضره لهذا الموضوع، فهي كمان بتصير الشعر بيتساقط، بصير بغير لونه، بصير خشن، بصير ملمسه مانه كثير مثل قبل. فهدول كمان كله برودكت علاج قبل لحتى نحن نعمل هاي الخطوه انه نحن ننزل على مسبح او بدنا نطلع على بحر. ما فينا نعوض بشيء طبيعي بدل ما نستخدم البرودكتس او المنتجات؟ هلا ما كثير في، لانه نحن مثلا بيقولوا لك مثلا نحن في منهم صبايا بيحطوا زيت على شعرهم. هلا الزيت ما كثير بيعمل كفر قوي، الزيت حامي على الشعره، نحن حنقعد تحت اشعه الشمس وحاطين زيت كمان على شعرنا سو هي عم نقلي الزيت كثير عم نقلي الشعره. ايه مظبوط. فنحن هو الشعر كثير بيكون صار حامي على الزيت فهو كثير غلط بيحرق كثير، سؤال برودكت احسن يعني لإلهم، بيعمل غلاف وبيعمل طبقه كثير منيحه وبتحميهم. حتى هن طالعين من المسبح او من البحر كمان عندهم شيء انه هن يبللوا شعرهم بالمي الحلوه ويرجعوا يحطوا برودكت ثاني مره مشان يحموا من اشعه الشمس لحتى ما يتساقط ولحتى ما ياثر شعرهم ابدا. تمام، مهم كثير هالموضوع. طيب حكينا عن المسابح والبحر، خلينا نروح للحياه العاديه. بالحياه العاديه بتختلف طرق العنايه بالشعر بين انواع الشعر، يعني بنقول شعر دهني، شعر جاف، شعر مقصف، شو السيره؟ هلا طبعا كل انسان عنده نوعيه شعر، الدهني مثل ما قلت والشعر الجاف. هلا في هن منهم عن جد هن عندهم شعر دهني وكثير بيعانوا من هذا الموضوع انه نحن شعرنا دهني ما بنلحق له حمام، دائما 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 حمام. هلا انا بقول الحمام شوي تبع انه كل يوم هو غلط، انت عودتي شعرك انه ضل جاف، هو دهني اصلا من الاساس هو دهني، فانت ما خليتي ياخذ مجرى. الشعر الدهني كثير منيح لجلده الراس، دائما فيه تنفس، دائما بتتنفس بجلده الراس، البصله دائما بتكون طريه. معناها حل الشعر الدهني مو بتجفيف الشعر ابدا، مو بانه نخليه على طول نظيف وجاف طبعا ابدا، لانه هذا الشيء بيأذي كثير جلده الراس. نحن دائما عم نحط مواد كيماويه وعم نحمم شامبو لحتى نحن نخسر من هي الزيوت، هو غلط. هي تعودت دائما تحمم، وفي صبايا عن جد ما بيقدروا يطلعوا برات البيت اذا ما حمموا شعرهم. هلا هو هذا عن جد غلط وما هون حق هن ما يطلعوا. في عنا مثلا اشياء مره انا حكيتها هون بسما، قلت انه نحن فينا نحن نحط بودره على راسنا ننشف شوي هي الزيت ونخلي ثاني يوم مثلا او ثالث يوم بلا حمام، كثير عادي الموضوع. بس اما نحن كل يوم نحمم هذا الشيء كمان بياثر على جوده الراس. المواد الشعر الدهني ما له حل ابدا ابدا، يعني دائما بيقولوا لنا مثلا في مواد، طبعا في مواد مؤقته بس هو ما له علاج، هو شيء مؤقتي بس. حتى الشعر الجاف، الشعر الجاف نحن بندير بالنا عليه بانه نحن نعتني فيه تريتمنت كريم بس، هذا الشيء يعني. تمام، هي بخصوص اوكي معناها انواع الشعر ونحن كيف فينا يمكن اكثر نعتني فيها. صح. اوكي، شو هو يعني شو اكبر غلط خلينا نقول بيعملوه الصبايا او السيدات بموضوع يعني العنايه بالشعر واللي هو فعلا بيأذي شعرهم اكثر ما يفيدهم؟ هلا في كثير صبايا صح، في كثير صبايا هن مثلا بيأذوا شعرهم بشغله انه هن مثلا بيحمموا شعرهم بيطلعوا برات البيت دغري شعرهم مي، او مثلا دغري بيعرضوا لاشعه الشمس، يعني كمان اشعه الشمس كثير مضره، وحتى الهواء اللي كثير بيجي على الشعر كثير مضر. هلا هن مثلا فيهم يحمموا شعرهم يجففوه شوي بالمنشفه لحتى يصير كثير رطب، هون يقدروا يستخدموا السيشوار حتى يجففوه شوي.
او في صبايا كثير مثلا عندها مشكله انه هن مو بايدهم بضلوا حاطين حجاب كثير وقت طويل، هذا الحجاب كمان لوقت طويل عم يأذي كمان جلده الراس، ما عم يخليها تتنفس ابدا، حتى نحن ونايمين بتلاقيهم رابطين شعرهم ونايمين انه هن نحن بهذا الوقت غلط، نحن الريفلكشن عم نعمل شعر صح. زياده، فنحن لازم نحن ونايمين نكون شوي مفروض شعرنا حتى يتنفس مثل جسمنا، يعني نحن نستعد طاقتنا امتى بالليل مثلا نحن وقت نتسبح ننام، فبتلاقيهم رابطين شعرهم ما فيهم يفردوه، وهذا كمان شيء شوي غلط. اوكي كنتي بس حكيتي على موضوع تنشيف الشعر، يمكن مرة حضرت فيديو كمان عم يحكوا فيه انه في غلط كثير كبير بنعمله لما بننشف شعرنا، فبنات بيمسكوا بتلاقيه بضلوا عم يعملوا هيك بالشعر، فكمان هذا الشيء ممكن يضر، فهو شو الطريقة الصحيحة اذا بدنا ننشف شعرنا؟ هلا مثل ما قلت لك نحن المنشفة لازم نحطه شوي لحتى يصير الشعر رطب مايل انه نشوفه اكثر، ما يتعرض كثير لهواء مباشر لانه هذا كمان بيأذي الشعر. في صبايا مثلا هن شعرهم ناعم او مثلا فيه شويه رطوبه بيحطوا بيبي ليس، البيبي ليس المخوايه بيقولوا له انه البيبي ليس كثير غلط بيحرق الشعر على مي. نحن وقت ننشف شعرنا فينا ننشفه بحراره وسط معنا كثير ضروري عاليه لحتى نحن ننشف شعرنا ما يضل رطب، ما نقدر ندغري نعرضه لهواء او لشمس، هذا كمان كثير شيء غلط، يعني لكثير من الصبايا عم يقصوا شعرهم عم يقصف كثير الشعر، وفي كثير من الصبايا بينسوا يقصوا شعرهم او ما بيحبوا مثلا هن يقصوا شعرهم لانه بخافوا يخسروا من طوله. نحن اذا ما قصينا كل 40 يوم شعرنا ولو ميلي ما بيتنفس الشعر ابدا ولو بيطول. وكثير بتجيني اسئله على طول بتاكد زوزو على هالنقطه انه قص الشعر ولو نص سنتي او ميلي صح. بينفس الشعره طبعا، وكثير في صبايا بيقولوا لي طب نحن شو دخل اذا نحن بدنا نقص من تحت انه هو عم يطول من فوق، نحن دائما بنقول لا غلط، هو صحيح الريسين بيطول من فوق بس هو بتنفس الشعر من تحت. يعني اذا كان مقصف او مدنب كثير صعب ليطول او بده وقت كثير ليطول الشعر. بحرض الشعره انه تنمو من جديد ترجع للطول اللي كانت متعوده عليه، هي نوع من الذاكره للشعر. طيب الموضه ب 2020 2021 بلشنا نحن بالخريف نعرف شو اللون الدارج، شو موديل الشعر القصه الدارجه، شو هلا موضة 2020 هلا هي صايرة أي صبية بتحب شو بيلبق لها تعمل، يعني نحن ما كثير نحن عم نحدد إنه لا نحن لازم نعمل الأورنج أو مثلا نحن لازم نعمل الأمبري أو البلاتين أو الألوان، أنا هيك عم حس ما بعرف يمكن كثير صبايا إنه نحن شو بيلبق لك أنت لازم تعملي أو أنت، لأنه صرنا نحن في أشياء كثير صرنا عملية، يعني مثلا صارت صبية كثير عملية، هلا بلشنا مثلا في جامعة في مدارس في أنساد في طلاب، فبتلاقيهم كلهم مثلا أشياء عملية اللي هي الأورنج النحاسي، فبتعمل الاشياء اللي هي طبيعيه اكثر والشيء بتلبق لها، يعني احنا ما عاد حددنا انه نحن لا الامبري هو موضه السنه خلص صار كل امبري، لا في كثير صبايا عم يعملوا امبري ما عم بيقدروا يتقبلوه على حالهم، اكيد موضه اللي كانت السنه الخريف هي دائما الترابي النحاسي الالوان الاورنج الالوان الخريفيه، نحن هي الالوان ما بتبطل ابدا، حتى الصبايا اللي هن شقر او الصبايا اللي هن سمر فهي الالوان ابدا ما بتبطل، بتضل دائما ابديت، نحن دائما نعمل لها ابديت اللي هي مثلا نعمل لها الوان جديده مع ديزاينات جديده للشعر، فهي الالوان عن جد ابدا ما بتبطل بحسها بالمره خلص ثابته، وخاصه عن جد خريف بهذا الفصل. بدنا نشكر كثير لوجودك معنا، شكرا لك آية كل التفاصيل اللي خبرتينا اياها، واكيد بانتظارك بلقاءات قادمه ان شاء الله. شكرا كثير لك ويسعد صباحك مره ثانيه، اهلا وسهلا فيك. يعني مشاهدينا من قديم الزمان اعتبر شعر المراه رمز انوثتها وعنوان جمالها، وبالعصور القديمه كانت المراه تقضي ساعات طويله وهي عم تحط الصبغات البدائيه والمركبات العشبيه لحتى تحصل على شعر جميل، ولكن السؤال كيف تم اختراع الصبغات؟ الاجابه رح نسمعها بهالتقرير. اسود، احمر، بني واشقر، الوان بضيفوا للصبايا اطلاله مميزه وبيساعدوا المراه تغير روتينها وقت تشعر بالملل ليتعدل مزاجها وتطل بنيو لوك جديد. المصريون القدماء حبوا بيوم من الايام يغيروا لون شعرهم، بس ما زبطت معهم لانه معظم مواد الاصباغ كانت سامة، فاختاروا طريقة الشعر المستعار، بس ما فقدوا الأمل وضلوا عم يحاولوا لعام 1500 قبل الميلاد، وفعلا قدروا يصنعوا صبغة بألوان مثل الأحمر الذهبي والأزرق، وحتى أنهم ابتكروا الحنة ليغطوا السيدات الشعر الأبيض المعروف بالشيب. بس جماعة اليونان ما حبوا هالألوان لأنه كانوا بيميلوا للون الغامق وخافوا من السمية الموجودة بصبغة الفراعنة، فتوصلوا لخيط طبيعي من الدم الجامد. ومرت الأيام والسنين والقرون
وانتقلت هالفكرة للإغريق الرومان ومختلف أنحاء أوروبا. فكروا واشتغلوا بالألوان الأساسية للشعر من رباد النباتات، الرصاص، عصير الليمون وغيرها كتير، هيك لحوالي عام 1700 ميلادي، وقت قرروا يستخدموا المواد الكيميائية. موضة تغيير لون الشعر درجت مع الزمن بكل أنحاء العالم، ومع وجود الصالونات صارت تستخدم بطريقة أسهل وبتقنيات مختلفة وبألوان غريبة. يعني مثل ما شفنا بمعظم التعليقات الناس بيقبلوا النقد فعلا، ولكن لما يكون مقدم بطريقة صحيحة. وأنا بضيف عليها، لما حدا بيطلب نقدك انقده، ما بيطلب رأيك ولا نقدك احتفظ فيه. يا أما قل خيرا أو التزم الصمت. يعني بتعرف شو وردي، الموضوع ما له بالانتقاد بقدر ما هو بموضوع الأسلوب. والله في ناس تجي بتنتقدك بأسلوب راقي، بأسلوب يعني بيعرفوا يجيبوا الانتقاد بشكل لطيف. بتعرفي كمان شو آية بيجيك هيك بدرسوا طلاب الأدب العربي وطلاب الأدب الإنجليزي مادة اسمها النقد. يعني النقد هو يدرس كيف تنقد مثلا قصيدة موجودة قدامك، شعر موجود قدامك، نجار عمل غرفة نوم مثلا بتنقده بطريقة معينة. صح. أحد الدكاترة بكلية الإعلام بتذكر لليوم قلنا لا تعطي رأيك إلا إذا طلب، وإذا طلب منك نقد أنت لست جدير بالنقد لسه، يعني لازم تكون عندك خضرمة بمجالك ومجاز ولا تقدر تقدم نقد. على كل حال نحن على طول رأينا بأكلات الشيف حسن هو سليم جدا طبعا، هو اكلات طيبه على طول. وببلش هالشيء من لما نشم الروائح يا شيف. شيف وين وصلت؟ وهلا تاوين البشاميل والصوص على النار، هلا حنبلش بتطبيق اللازانيا ونشوف شلون بنطبقها مع بعض. اوكي يسعد صباحكم عن جديد. حنبلش هلا تطبيق اللازانيا. نحن مثل ما ساوينا البشاميل حطيت له كمان لنا زياده انه حوالي شيء كاسه كريمه. هنشوف شلون حنبلش نساويها مع بعض. هلا هي الصوص البندوره صار جاهز كمان عندنا، عم يغلي. بس بنحركه تحريكه بسيطه. حطيت له ورق الغار، حطيت له ملح وفلفل وظبطنا الملح تبعه اكيد. هلا طبعا احنا بدنا نقيم ورق الغار عشان ما تطلع بالاكله. هلا حنبلش تطبيق الاكله مع بعض. اول شيء حنحط طبعا جات اللازانيا دهنته بالزبده اول شيء، بعدين بنحط البشاميل طبعا. في عنا جبنه موتزاريلا بس نجيبها من البراد.
انا بحطها بالبراد كرمال ما تسيخ. طبعا انا جبنه موتزاريلا، قالب جبنه موتزاريلا حطينا الشكلات. عم بلش نحط نصف معكرونة اللازانيا. هلا معكرونة اللازانيا ممكن تتكسر بسهولة شوي بالشكل هاد. هلا كلياتها حتى لو كانت مكسرة ممكن كلياتها هلا بتشبك مع بعضها كلياتها. هلا حنحط صوص البندورة. طبعا ممكن نساويها نحن كذا طبيق كذا طبقة، ما بنعتمد انه على طبقة واحدة. هلا بنحط طبقة ثانية. بهالشكل هاد. هلا بدنا نحط طبقة بشاميل. بهالشكل هاد هيك. طبعا هي بس لتنحط هلا بس لتطلع من الفرن بدنا نحطها بالفرن. نحط طبقة جبنة. هلا مرد بنحط طبقة معكرونة واحدة ثانية. نحط طبقة بندورة. البندورة هي بتلاقيها فاتحة شوي بحكم انه احنا حاطين فيها جزر. نحاول نمد شوي قدر المستطاع بالشكل هذا. نحط طبقة لازانيا. هلا بنرد بنحط البشاميل مرة ثانية. احنا بس نحطها مثل ما قلنا نحطها بالفرن. بنرد بدنا نحطها شوي لتبرد لنقدر نقطعها، يعني رأسها مو رأسها من فورا تتاكل هالأكلة فورا من الفرن، بدك تستناها نستناها لتبرد مشان نقدر نقطعها. بدها بتحكر بالفرن حوالي تقريبا شي نص ساعة. هلا ممكن نحط طبقات هيك. نحط البندورة. الغار من إيمة. نحاول تقريبا نحط الصوص كلياته. هلا هيك تمام صارت. هلا بنحاول نغطي قدر الامكان. نحط البشاميل على الوش. هلا تقريبا نحن خالصين، مجرد انه نحط لها جبنه على الوش. ونفوتها على الفرن. ممكن في ناس بيحطوا لها كعك مطحون على الوش او اي شيء، انا بفضل انه بس جبنه تتحمر كلياتها بهالشكل هذا.
انا حطينا كمان مات الزوح، احنا حطينا جبنه جواتها. هلا طبعا مثل ما قلنا بدنا نحطها بالفرن، بتضل حوالي تقريبا شيء نص ساعه، وبنشوف طبعا النتيجه النهائيه بالاخير بس باخر البرنامج. بنرجع لعند ورد وآية وبنكمل باقي الفقرات بين ما. شكرا يا شيف، يسلموا ايديك. مشاهدينا، بإطار تشجيع الأطفال على تنمية مواهبهم وقدراتهم الفنية، أقيم بالمركز الثقافي بالعدوي معرض تشكيلي للأطفال تحت عنوان عطونا السلام. تفاصيل أكثر مع عبير خازم. لوحات انرسمت بريشة أيادي صغيرة ورسالة حملت معاني الفرح، الأمل والموهبة. حمل المعرض التشكيلي عطونا السلام يلي أقيم بدمشق بإشراف فنانة تشكيلية آمنت بقدرات الأطفال واستثمرتها بطريقة هادفة. 180 لوحة، 90 طالب أنا معي هلأ هون بالمعرض، كل طالب مشارك بلوحتين. نحن عملنا أعمال كثيرة واخترنا من أعمالهم، يعني عندهم 5 لوحات 10 لوحات، اخترنا لكل طالب لوحتين حتى الصالة تتسع لهي اللوحات. هلأ الشغل اللي عنا هون تعبيري، يعني فيك تقولي أكثر من أنه هو واقعي، لأنه الأطفال ما فين يشتغلوا على الواقعية. نحن سمينا المعرض عطونا السلام لأنه بصراحة هن الأطفال عم يطلبوا مننا نحن السلام والأمان والحب، أكثر شيء عم يطلبوا الحب، لهيك سمينا عطونا السلام. هلا أنا بتركهم على راحتهم صراحة، أنا أحياناً برسم معهم، أحياناً برسلهم على لوح، أحياناً نحكي قصة وهن من خلال القصة بيرسموا. عندك أطفال بيحبوا يرسموا شيء له علاقة بالكرتون، الأفلام كرتون، عندي أطفال بيحبوا يرسموا الطبيعة، في أطفال بيحبوا يرسموا البورتري أو الوجوه، وجوه أهلهم، عائلاتهم، مجتمعهم، بس كلهم بصراحة بيرسموا بألوان زاهية وبيرسموا يعني الطبيعة حلوة. الهدف ما هو فني بس صراحة، أنا هدفي ما هو أنه أعلم الأطفال بس الرسم، أنا عندي طاقة كبيرة من الحب تجاه الطفل، يعني حابة وصله أنا للطفل لشي حابة بيعمله، حابة وصله لإمكانيات من الحب والحنان والتجمع مع أصدقائه. رسومات الأطفال المشاركين بتدل على شغفهم بالألوان وتأثرهم بالجمال الموجود حواليهم، عبروا عنه بأدواتهم وإمكانياتهم يلي يمكن تكون بسيطة كتير بس فيها حب وبراءة. فكرت أنه أنا بدي أرسم وردة، بدي أرسم البطريق. أنا هلأ راسمة الفيل وراسمة الفازة. الفازة بتعبر عن أنه الألوان، وفازة جديدة وفيها أنه وردات وكل شيء. عبر عن لوحات الفنان بيكاسو. إيه تمام. والألوان يعني بحب أنا الألوان تكون مثل الألوان الطبيعة وهيك. وصلنا معكم المشاهدين للفقرة الطبية اللي بتنطروها دائما لتكسبوا من الدكاترة المتخصصين المعلومات المفيدة والنصائح والتوجيهات. الفحوص الطبية قبل الزواج من أهم الأمور يلي لازم يتم الاهتمام فيها لمعرفة التوافق الصحي والجسدي وتقييم الحالة المرضية إن وجدت، وإعطاء طرق تلافية لتجنب إصابة الأجنة بالأمراض اللي بتنتقل بالوراثة. طبعا اهم الفحوص الواجب اجراءها والمشاكل الصحيه اللي يمكن يعني تجنبها، والكثير من التفاصيل رح تكون محور حديثنا لليوم مع الدكتوره دارين مطر الاختصاصيه بالامراض النسائيه وجراحتها. دكتوره دارين، يسعد صباحك. صباح الخير لك. اهلا وسهلا فيكي. يعني على طول بيقولوا انه فلان ما بيقدر يتزوج فلانه لانه جيناتهم ما بتتوافق مع بعضها. شو يعني فحوصات ما قبل الزواج فعلا بتحدد انه ما لازم مثلا يتزوجوا اثنين مع بعض حتى الأولاد ما يكون فيهم تشوه؟
هلا هي اول شيء اعتراضي على كلمه انه جيناتهم ما بتتوافق مع بعض. هي ما هي هذا الدارج، انا عم بحكي بلسان الشارع. فشو المعلومه وشو المصطلح الطبي الصح؟ الفحوص ما قبل الزواج هي الفحوص اللي لازم يجريها اي اثنين خاطبين مقبلين على الزواج قبل فتره معينه اكيد من الزواج، بهدف انه نحن نكشف عن امراض معينه. هي الامراض اما انه تكون معديه يعني بين الشريكين، يعني امراض منتقله بالجنس، تمام، او امراض منتقله من الاباء الى الابناء. شو هدفنا من كشف نحن هاي الامور؟ هدفنا انه نحن نقدم النصيحه الطبيه ونقدم الحلول والبدائل اذا وجدت. الهدف طبعا بشكل عام انه نحن نحصل على اسره صحيه سليمه. فهذا هو الهدف من الموضوع. فهي هي الفحوصات اللي نحن بنجريها قبل الزواج. شو هي الفحوصات؟ كيف بتقوم؟ تمام، الفحوصات هلا في عندنا نحن فحوصات اللي نحن اللي نكشف فيها الامراض المعديه بين الشريكين، الامراض المنتقله عن طريق الجنس، فمثل التهاب الكبد بي وسي والايدز، نقص المناعه المكتسب، وفي عندنا كمان بعض الامراض مثل السيلان والزهري، فهدول كمان ممكن نكشفهم. اثنين، في عندنا الامراض الوراثيه اللي نحن ممكن تنتقل من الاباء الى الابناء، فمثل فقر الدم المنجلي، التلاسيميا، يعني هاي الامراض اللي تنتقل من الاباء اللي بتتورث واللي نحن ممكن نكتشفها. تمام. دائما ما يقال بانه تكثر الامراض لما بصير في زواج اقارب. لما نحن بدنا نعمل فحوصات طبيه كيف بتختلف ما بين اثنين اقارب عم يتزوجوا او اثنين هن لا ما بيقربوا؟ تمام. هلا نحن لما بيكون في اقارب اكيد في عندنا، يعني مثلا اذا عندي منجلي فغالبا موجود بالعائله، فاكثر يعني لما بيكونوا اقارب وخاصه اقارب من الدرجه الاولى، يعني اولاد عم واولاد خال واولاد خالي، فهذول اكيد يعني غالبا بده يكونوا هي. فنحن اكيد بنجري هي الفحوص نفسها. في شيء هلا هون بنعاد بنفوت بالفحوص الجينيه وممكن نعمل استشاره وراثيه او عند طبيب وراثي. اوكي. يعني في شيء زياده بينطلب لما يكونوا اثنين قرايبين؟ اكيد اللي هن نرجع بس يعني انه نحن زياده بالاضافه لهي الفحوص بناكد عليها، بالاضافه ممكن انه نحن نعمل استشاره عند طبيب وراثي اذا في امراض خاصه بالعائله، امراض وراثيه. تمام. وخاصه لما نعرف القصه السريريه ويكونوا كثير واضحين. في ناس مثلا بيكونوا عن جد في قصه حب بيناتهم، وبيعرفوا في مرض بالعائله، فما بيحكوا انه مثلا طلعت هالسلالة أو هالطفرة بالعائلة. على كل حال في خطورة كتير كبيرة بعدم إجراء فحوصات ما قبل الزواج. بالأرقام والإحصائيات شو هن الخطورات والمخاطر؟ رح نرجع لنكفي فقرتنا من بعد ما نتعرف عليهم. يعني مثل ما تابعنا مع بعض دكتورة، أمراض كثيرة ممكن تصير، يعني من موضوع التشوهات اللي قد تصيب يعني الطفل أو الجنين، من موضوع الإجهاد، فقر الدم المنجلي وغيرها أيضا من الأمراض. خلينا نحكي أكثر على يمكن أكثر الخطورة أو الأكثر شيوعا من بين هاي الأمراض اللي بتشوفوها بعياداتكم. هلا اكثر شيء نحن عم نقول انه نحن بالنسبه للامراض الوراثيه نحن ناكد عليها بفحوص ما قبل الزواج اللي هي المنجلي والتلاسيميا. هلا نحن شو التحاليل اللي ممكن نعملها لحتى نتفادى هي الموضوع؟ طبعا في عندنا ممكن نكشف فقر الدم المنجلي اذا كان الزوجين حاملين لهي السمه، بالاضافه للتلاسيميا في عندنا رحلان للخضاب ممكن نعمله، لازم نعمل تعداد عام وصيغه، بالاضافه للامور الثانيه اللي نحن يعني لازم نشوفها بفحوص ما قبل الزواج اللي قلنا انه هي التهاب الكبد
والامور التي تنتقل. هلا طبعا احنا قلنا انه بالنسبه للاقارب اكيد لما بيكون في عندي امراض مشتركه فرح تزداد نسبه الاجهاضات مثل ما شفنا بالتقرير، وكمان رح تزداد نسبه التشوهات الخلقيه اللي احنا ممكن انه نشوفها اذا كانوا احد الابوين حاملين. طيب دكتوره، عامل الرايزس هو عامل كثير مهم بالدم. تمام. بنسمع في نساء على الولد الثاني لازم ياخذوا ابره حتى الاضداد اللي بتتشكل لهالعامل او الشيء، شو قصة عامل الرايزس؟ شو الفحوصات الدمويه؟ مزبوط انه زمر الدم الزوج والزوجه ممكن ما تتقابل عند الجنين بشكل صحيح؟ تمام، بس هي ما عائق بالنسبه للزواج لانه الى حل هي يعني. تمام. هلا نحن وين بتواجهنا المشكله بعامل الرايزس؟ لما نحن بتكون الام سلبيه والاب ايجابي. هلا انا اول ما تجيني سيده حامل زمرتها سلبيه بسال عن زمره الزوج، زمره الزوج ايجابيه، فنحن هون بنبلش ناخذ احتياطاتنا. هلا خلينا نقول انه هي اول حمل لنفترض، فنحن الفكره بتصير طبعا اكيد بالحمل الثاني، هي انه لما هي الفكره انه هي بتنتقل الدم، نقل الدم الوالدي الجنيني من الجنين للام، فبيعمل اضداد فبيعمل لي مشاكل. هلا اجتني سيده سلبيه ريزوس عادي ما في مشكله بنكفي الحمل، اذا صار نزف فنحن ممكن نعطي ابره الانتي دي، ما عدا ذلك نحن بالشهر السابع على ال 28 اسبوع ممكن نعطي ابره انتي دي لاي سيده سلبيه ريزوس زوجها ايجابي. وبعد الولاده نحن بنعمل زمره البيبي، فاذا كان زمره البيبي ايجابيه بنتخذ باقي الاجراءات، ممكن نزيد يعني نعطي ابره ثاني او انه نحن يعني المهم انه في حل. هي من ابسط المشاكل اللي لها حل. وطبعا يعني بشرط انه ما تكون الام ممنعه وما ننتبه. اذا كانت الام مثلا هي بالحمل الماضي مثلا ما اخذت الابره صار معها اشكال، فهي اكيد الى اشكاليه الى يعني الى كشف. نحن بنعمل عامل كومبس غير مباشر اختبار، فنحن بنعرف انه الام ممنعه يعني عندها اضداد صار. تمام. اما قبل ما انه يصير هيك في حل، في حل. هي الى هي من ابسط الامور. ايه ان شاء الله. دكتوره خلينا نحكي اكثر على ايمتى الوقت الانسب نعمل فيه الفحوصات، قبل الزواج مباشره بفترة الخطبة؟ لا قبل الخطبة. امتى يفضل انه ينعملوا الفحوصات؟ هلا هو عالميا مسموح انه بيقولوا قبل بثلاث شهور من من الزواج نحن فينا نعمل هي الفحوصات، طبعا لحتى نعطيهم فرصة انه اذا طلع اي شيء انه هن يتخذوا اجراءاتهم ونقدم لهم، اذا في حلول ممكن نقدمها، اذا في بدائل ممكن نقترحها يعني. لكن بعد يعني صلاحيتها هي من 3 إلى 6 شهور. هلا بعد الست شهور رح ترجع تنعاد، مو الفحوص الوراثيه يعني، مو مثلا فقر الدم المنجلي او التلاسيميا او هي، لانه هدول اذا موجودين موجودين، لكن فقط مثلا ممكن نعيد التهاب الكبد، الايدز، الامور اللي ممكن تنتقل عن طريق الجنس، هي بحاجه للاعاده خلال 6 شهور. تمام. فعادة خلال قبل 3 شهور وقت كافي لحتى. طيب دكتوره كمان ختاما، ممكن في تحليل الخصوبه قبل الزواج؟ يعني السائل المنوي عند الرجل او المبايض عند الانثى، اذا كان في خلل كمان او احتمال الانجاب بهالحاله اللي هن فيها ضعيف، كيف بيتم التدخل؟ هلا نحن بالاصل لما بنعمل من التحاليل اللي قبل الزواج ممكن انه نجريها، هي تحاليل الخصوبه بغض النظر انه ممكن نجريها ولا لا، في فعلا فحص السائل المنوي عند الرجل وتحاليل السيده لحتى نكتشف عندها، بس حتى السيده نحن ما فينا نكتشف فعلا انه هي عندها خصوبه اكيد، يعني نحن ممكن نعمل لها مثلا نتاكد الاباضه عندها جيده، انه نعمل لها التحاليل الهرمونيه الشائعه، بس ما فينا يعني في امور نحن بدنا يعني ممكن تتفاجئنا بعد الزواج مثلا انه عندها اشكاليات ثانيه. هي هلا في بعض الامور بنقص الخصوبه ممكن يكون الى حل، وفي بعضها ما الى حل، فنحن على حسب كل حاله متخصصه بحد ذاتها يعني، على حسب العرض اللي بصير معنا بنرجع بنحكي بالحل. صحيح. دكتوره دارين بدنا نتشكرك كثير لوجودك معنا. اهلا وسهلا فيكي، ويعني هيك ان شاء الله ما بصير مشاكل مع اي حدا وهيك تتزوجوا على خير وسلام بدون اي مشاكل. شكرا كثير لك دكتوره. شكرا كثير لك. وكثير مهم ايضا الالتزام بممارسه التمارين الرياضيه للحفاظ على الصحه والجسم والرشاقة وتقوية بنية العضلات. على كل حال رح نروح لدقائق من رياضة الصباح يلي صارت جاهزة. يسعد صباحكم، معكم الكوتش نار من الأبتاع سبورت أكاديمي. اليوم حناخد تمارين العضلات الجزء العلوي من الجسم سواء كان كتاف، بايسبس أو حتى الترايسبس. رح بلش دغري أنا بأول تمرين مركب عنا إياه. حنطلع لفوق وحنشغل عضلة البايسبس، العضلة اليد الأمامية، نرجع لفوق ايضا بنشغل الكتاف. اجين 2. اذا عندنا حركتين بعده وحده، هلا 3
ما ننسى ننظم نفسنا، ناخذ نفس ونطلع النفس. اذا كان فين يعمل الحركه بتركيز اعلى وابطا خاصه اثناء النزول رح نلاقي نتائج احلى. اخر عده عندي اياها وحرك. هلا بنروح على ثاني تمرين. من هون ايدي رح ضبهم، رح افتحهم على جنب، نرجع بنسكر اجين. 2 اخر عدة ونزول بطيء. هنريح نروح على التمرين اللي بعده لعضلة الترايسبس، عضلة اليد الخلفية. حيكون تمرين مركب طبعا، هنا حيكون 3 تمارين مو تمرين واحد. من هون رح ارفع لفوق، رح ننزل نزلة كاملة 10 عدات. 9 8 7 6 2 1. هلا حننزل نص نزلة لتحت، نرجع بنطلع. 2 3 9 10. بالعكس حننزل نزلة كاملة لتحت ونطلع نص طلعة لفوق. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حنريح. من اول التمرين بلشنا نحس بحرقه بعضله الترايسبس وما عندي اي مشكله، هذا دليل على انه تمريني صحيح. رح ناخذ التمرين يلي بعده لحتى يشتغل على عضله الاكتاف الاماميه والوسطى وايضا الخلفيه، وحيشتغل على الظهر كمان. من هون رح نرفع لفوق بكوعي رقم 7 لفوق، بنرجع بننزل لتحت. اجين 3 9 اخر عدة 10 ورح ريح. بنكرر التمرين 3 أو 4 مرات حسب الهدف اللي انا حابة اوصل له. بروح على ثاني اخر تمرين عنا ليالي اليوم، رح ارفع ايدي زاوية 90. من هون رح نفتح نرجع بنسكر. اثناء الفتح بنضغط على الكتاف الخلفية، اثناء التسكير بنضغط على عضلة الصدر. آخر عدة 10. وهيك بنكون خلصنا تماريننا اليوم. يعطيكم العافية وبنشوفكم بالحلقات الجاية. يسعد صباحكم عن جديد. تحت شعار الأوزون من أجل الحياة، عم يحتفل العالم اليوم بمرور 35 سنة على اتفاقية فيينا و35 سنة من المشاركة العالمية بحماية طبقة الأوزون. ما في حياة بدون ضوء الشمس، بس الطاقة المنبعثة من الشمس رح تكون ضارة لولا طبقة الأوزون. وطبقة الاستراتوسفير تحمي الأرض من معظم أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، وضوء الشمس يجعل الحياة ممكنة، وطبقة الأوزون هي اللي بتجعل الحياة أفضل. طبعا ورد رح يخبرنا بكثير من المعلومات المهمة عن هالموضوع. أكيد يا آية، مثل ما ذكرت آية بالمقدمة، العلماء أطلقوا ناقوس الخطر للأسف وقرعوه لما اكتشفوا فجوة كبيرة بطبقة الأوزون، وكانت فوق القطب الشمالي أو الجنوبي كمان متمركزة، وهذا الشيء بيأثر على كوكب الأرض. وبالفعل بلشت الطبقة تلتئم تدريجيا. اليوم 16 أيلول سبتمبر بيحتفل العالم بهالإنجاز،
وبيوضحوا انه القرارات والاجراءات الجماعيه يلي ادت للعالم انه تلتئم في طبقه الاوزون مثل ما عم نشوف بكوكب الارض هي الطريقه الوحيده لحل الازمات العالميه الكبرى، وكل شخص فينا ممكن يكون ملقى على عاتقه مهمه المساهمه للحد من الحاق الضرر بطبقه الاوزون، لانه الدرع يلي بيحمي كوكب الارض من الاشعه فوق البنفسجيه الضاره. دائما نسمع بعبارة ثقب الأوزون ومنتخيل أنه هو حفرة أو مجال تدخل منه الأشعة الضارة، بس الحقيقة هو طبقة ناتجة عن الأضرار الكيميائية من فعل البشر. اكتشف العلماء بسبعينيات القرن الماضي أنه الغازات المصنوعة من قبل الإنسان واللي بتحتوي على الكلوروبروم تمكنت من الهروب الغلاف الجوي العلوي وتحولت لجذور لتبدأ تفاعلاتها اللي دمرت طبقة الأوزون. مساحة ثقب الأوزون وصلت لأربع أضعاف مساحة أستراليا، أي ما يعادل 28.2 مليون كيلومتر مربع بعام 2015، وكانت الأكبر بهداك الوقت طبعاً حسب الأبحاث اللي أجريت عليها. ويفسر العلماء أنه سببه هو التغيرات الجوية اللي حدثت. وعلى الرغم من اتساع الثقب ببعض الأحيان، إلا أن العلماء كانوا يتوقعوا أنه يتعافى ويتقلص بحلول ستينيات القرن الحالي، وبدأ هالاعتقاد بالانتشار بعد توقيع عدة معاهدات لتقليل استخدام الكيماويات والأدوات المضرة للغلاف الجوي، وبالفعل لقى هالشي نتيجة. وصرح بول نيومان كبير علماء علوم الأرض بمركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا أن الغازات العابرة من الثقب الموجود بالقطب الجنوبي تقلصت عن ما كانت عليه، مما يرجح تعافيه بعد عدة سنوات. وكانت الصحف الأجنبية نقلت عام 2017 أنه ناسا أعلنت وصول الثقب لأقل اتساع له وهو 6.7 مليون ميل مربع. وعام 2020 أعلنت خدمة كوبرنيكوس لرصد الغلاف الجوي أنه أكبر ثقب بطبقة الأوزون فوق القطب الشمالي اللي مساحته نحو مليون كيلومتر مربع قد أغلق. ويعتقد أنه كان نتيجة درجات الحرارة المنخفضة بالقطب الشمالي مو بسبب عمليات الإغلاق اللي حصلت بالعالم نتيجة كوفيد-19 مثل ما ادعى البعض. يعني رغم انه طبقة رقيقة جدا، ولكن اكيد بترد جزء كتير كبير من الاشعة الضارة اللي بتنبعث من الشمس. طبقة الاوزون هي درع هش من الغاز بيحيط كوكب الارض وبيحقق الحياة على هذا الكوكب، وبتوزع غاز الاوزون بطبقتين من طبقات الغلاف الجوي، التربوسفير والستراتوسفير، يلي بتشكل نسبة 90% من هالطبقة، واللي موجود فيها نسبة كبيرة من الأوتري أو الأكسجين اللي بيكون ملتحم مع ذرة جديدة من الأكسجين الوليد. وبسبب وجودها بشكل رئيسي الكائنات الحية ممكن تعيش على مختلف سطح الأرض. فقبل تشكل هالطبقة كانت الحياة مقتصرة في المحيطات الموجودة فيها، بس بعدين تكونت وأصبحت قادرة على حماية الأرض، وبيرجع بداية تكون الأوزون لأكثر من ملياري عام مثل ما بيقولوا العلماء، لما بدأت إحدى الكائنات الحية اللي عرفت باسم الطحالب الخضراء المزرقة باستخدام عمليات البناء الضوئي لإنتاج غاز الأكسجين الجزيئي. واستفادت الطحالب من الطاقة الشمسية لتحويل جزيئات الماء H2O بشكل كيميائي، أكيد بتفاعلات كيميائية مع ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين ومواد عضوية. ونتيجة هالعمليات بلش الأكسجين يتراكم بطبقات الغلاف الجوي، وبالطبقات العليا بدأت بعض جزيئات الأكسجين مثل ما ذكرنا بالبداية تتفكك وتندمج مع غيرها من الجزيئات حتى شكلت غاز صيغته الكيميائية O3 أو O3، وهذا الغاز هو غاز الأوزون.
كأفراد على هذا الكوكب شو ممكن نتصرف لنحمي هاي الطبقة يلي هي أصلاً عم تحمينا، وكتير ضروري نحاول نتبع كل الأساليب حتى نحافظ على طبقة الأوزون من الانثقاب مرة تانية، لأنه مو بس مهمة بالوقت الحالي للحياة على الأرض، بل واجبنا نحميها للأجيال القادمة، لأنه أي ضرر بيلحق فيها بيسبب كوارث هائلة وحقيقية بالحياة وأمراض نحن بغنى عنها. يعني أضرار كتيرة إن شاء الله ما حدا بينصاب فيها، ولكن رغم كل الجهود العالمية يلي بيتم بذلها للحفاظ على طبقة الأوزون بيبقى من واجبنا كأفراد نفكر بحياتنا اللي جاية وحياة أولادنا ونساهم لو بشي بسيط لحياة أفضل. إذا حدا انتقدك كيف بتواجه هذا الشيء؟ كل واحد له رأي، يعني كل شخص بده ينتقد برأيه وأنا بحترم النقد تبعه، بس كمان ما بخلي يأثر علي يعني على يعني حياتي شخصيتي هيك يعني. أحيانا باخذه بعين الاعتبار طبعا وبشوف بناقشه يعني بيني وبين حالي وبشوف إذا قابل إن تكون صحيحة، إذا هالانتقادات عن جد بتفيدني ولا لا، على هاي الانتقادات بتعامل. حسب الشخص اللي بينتقدني إذا كان بيهمني ولا لا. لا ما برد له، هو أنا حر برأيه هو حر برأيه. هلا غالبا إذا كان انتقاد عن جد بيفيد الواحد وبناء فمو غلط الواحد ياخد فيه أو حتى يطلب يعني ويكون موافق. أكيد مو الحال إني انزعج إذا حد عطاني انتقاد أو مثلا اتضايق. هلا أنا قبل ما تتوجه لي الانتقادات بكون واثقة من الشغلة اللي عم بعملها مقتنعة فيها، فشو ما أجاني انتقادات أنا ما لح تعني لي يعني. لا بالعكس بستفزه أكثر إني ما برد عليه. بحاول أول شيء أشوفها إذا هي يعني بناءة أو مو بناءة، إذا بناءة مثلا بشوف بحاول أغير حالي بغير من هيك يعني. مثلا انتقادات سلبية يعني بس إنه انتقاد، في ناس بتحب إنه انتقد بهملها يعني. بما أنه أنا عارفانة شو حالي خلاص بتركه يصطفل، شو ما بدي ينتقد حاكينا ليش بهي الطريقة يعني، أنه فيك تحكي بطريقة تانية أو تنبهني بطريقة ألطف من هيك وهيك. يعني صراحة أنا ما بعرف رد أنا دغري، يعني كنا كمان منخجل طبيعة الناس أنه بتخجل ترد بنفس الحالة يعني، بس بختصر الشخص يعني بحاول ما أتوجه لعنده أو هيك يعني. من الأبراج اللي بتنقد نقد لاذع ومن الأبراج اللي ما بتتقبل نقد أبداً مدام نجلة قباني راح تخبرنا مع حظوظنا. صباح الخير. صباح الخيرات صباحك مدام. ما في حدا سوري يتقبل الانتقاد إطلاقاً أبداً، ما تفتكروا العلاقة بالأبراج، فلا تحاولوا تنقدوا ولا حدا راح يتقبل نقدكم إطلاقاً. اليوم 16 أيلول، يسعد صباح الجميع وتضلوا بخير وأيامكم دائماً سعيدة. كواكبنا ما زالت في أماكنها، ما زال المشتري متقدماً في برج الجدي، عطارد متقدماً بالميزان، الزهرة في برج الأسد، بقي يلا على كل يومين ثلاثة يعني كم يوم على الأقل. المريخ ما زال متراجعاً في الحمل، وزحل أيضاً يتراجع في الجدي. عم ينقصك اليوم شوية تأهب مولود برج الحمل لتخلص أعمالك، يوم في كثرة مشاغل، في أعباء يمكن حتى ما أنا من اختصاصك، في قصص العلاقة بالعوائق، يعني أنا بعتبر هاي الفترات مثل اللي عم يطوي نهار متعب ليبلش نهار جديد كمان متعب، شغل كتير وما قادر تغير شي حواليك، ما كل شي عم تعمله بتحبه، وبالواقع كلنا هيك يعني، مو كل شي بنعمله ليفترض نحبه، مو دائما الظروف بتكون مناسبة. على كل الأحوال أنا بعتبر قد ما كان هذا اليوم
مكركب وما لك كثير مبسوط فيه، بس رح يضله أفضل من بكرة وبعد بكرة، لذلك حاول تنهي أعمالك. مولود برج الثور، لا الأمور بالنسبة لك جيدة جدا، أنسب الأمور لوضعك اليوم، الحظوظ قصدي أنسب لوضعك اليوم. يعني اليوم في أهداف، ممكن في علاقات لمولود برج الثور، في قصص ممكن تكون إيجابية ومبشرة، في أشياء ممكن تكون قيد التطبيق عموما. يعني اليوم في نتائج نهائية قد تسعدك، إذا كان عم بتدافع عن حقوقك فاليوم كتير مناسب لألك لتفرح بمحبين أو أصدقاء. عزيزنا مولود برج الجوزاء، غالبا أنت مانك كتير مرتاح بين مبارح واليوم، الآن على بعض القصص يعني عم تتفهم أمور عائلية، عم تناقش، عم تلاقي حلول، ولو أنه أنا بعتبر أنه هاي الأيام فيها إهمال لألك، فيها عمل كتير، فيها شوي عصبية لمولود الجوزاء، حاول تبتعد عن مصادر العصبية على كل الأحوال. يعني من المفيد أنه نحن نقرب من ناس إيجابيين مشان ما ناخد شوية طاقة سلبية من الآخرين أو شوية قلق ممكن غير مبرر، لأنه أنا بشوف الجوزاء أموره جيدة ما أنا سيئة. يعني حركة القمر اليوم ما كتير مفيدة، لأنه القمر اليوم بالعذراء. عزيزنا مولود برج السرطان، اليوم للحركة، للنشاط، للعلاقات العامة، لفرص إيجابية، للتصالح مع ناس حواليك، لتقدر مساندة ومساعدة الآخرين. يوم فيه حركة، أهل، أشقاء، أسرة، ذكور في العائلة، نقاشات أو أخبار إيجابية. مولود برج الأسد، غالباً عم تناقش ببعض الأمور المستحقة مالياً، غالباً أمورك المالية هي اللي فيها شوية مضايقات أو فيها نوع من أنواع الاستشارات، في صرف عم بيكون أكثر مما يجب، قصص مدرسية يمكن، قصص العلاقة بالمونة يمكن، قصص العلاقة بجديد ممكن يخليك تدفع مصاري. يعني أنا بظن هاي الأيام انتبه شوي أو زين أمورك بميزان التوازن. عزيزنا مولود برج العذراء، اليوم فايق بكير ومنطقي وعم ترتب أمورك بشكل إيجابي. اليوم يعني فاير دمك أو معصب من شيء قصة، بس هي قصص العابرة، لأنه اليوم ما في شيء سيء، بالعكس الأسبوع القادم يعتبر الأسبوع الأفضل لألك لحسن نوايا، لسلام داخلي، لأصدقاء أو عائلة. مولود برج العذراء عندهم اليوم دعوات أو اتصالات أو سفر إذا وضعهم يسمح، وغالبا الأمور جيدة. مولود برج الميزان، أنت اليوم مكسل، ضايق خلقك، ما كتير مرتاح، ربما عندك نوع من أنواع الاستعجال أو التسرع في الأحكام، أو في عندك شيء قصة العلاقة بمواقف شوي ممكن تضايقك، كلام مثلا ممكن يقلقك، قصص العلاقة بأنه إحساسي اليوم أنه العالم مثلا يتآمر ضدي. هات الحكي أكيد مو صحيح على كل الأحوال، بس هي هاي الأيام فعليا للنميمة وللعتب. مولود برج العقرب، اليوم الأمور جيدة إذا كنت حابب تسافر، أو في قصة بسبب الآخرين ممكن تكون جيدة، أو حياة عاطفية إيجابية، يعني أصدقاء، سفر، دعوات، مناسبات، تأثير، أو حتى نوع من أنواع الدعم أو الفرح. أنا بعتبره يوم جيد. الأكثر أنا تعباً ومولود برج القوس الحقيقة اليوم، لا قادر يعتمد على الآخرين ولا حتى إنه خلق يعتمد على نفسه. هو أفضل شيء بيعمله للناس اللي بتقدر إنها تبعد اليوم عن التليفونات، عن الإنترنت، عن الناس وبتعتزل. بس طبعاً مولود برج القوس هاي القصة بالنسبة له مستحيلة، يعني إنه ما في مجال لا يعتزل ولا يبعد، لأنه أصلاً هو خبز حياته الناس. اليوم أنت معرض لصدامات مع الآخرين، حاول إنك توزن أمورك بهدوء بلطف، حاول إنك ما تصطدم بمن حولك، وأجل لنا كل الأمور عموماً. يعني خليني أقول لبكرة، لأنه ممكن تكون بكرة بقى أريح شوي من اليوم. مولود برج الجدي اليوم تعاون مع المحيط، لأنه يوم جيد جداً بالنسبة لك، فيه مقدمات لأمور ممكن تكون جيدة، فيه اهتمامات، فيه أولويات، فيه قصص ناس ممكن عم تأيد مواقفك، فيه نقاشات ممكن تكون مهمة. يعني الأمور بالنسبة لك بالمجمل إيجابية، أنت تعيد النظر ببعض الأمور وعم تستعيد الثقة بنفسك. مولود برج الدلو اليوم عم بتساعد غيرك بمحبة وبلطف وبتفاؤل، فعلياً هاي الأيام فيها إيجاب على اقتراح أو على سؤال، ممكن يكون في سفر إذا على بالك، ممكن أمور مفرحة. يعني أنا بعتبر الأربع أيام القادمة هي الأربع أيام الأفضل لمولود برج الدلو ليعمل ترتيبات لأموره ولتكون الحظوظ حتى مساعدة. مولود برج الحوت الحقيقة إما عصبي اليوم أو متسرع أو مستعجل،
هي على فكرة هاي ثلاث صفات ما أنا من صفات الحوت أبدا، لأنه بالشكل الطبيعي عصبي ولأنه متسرع ولأنه مستعجل، بس اليوم على غير العادة فعليا يمكن عنده نوع من أنواع القلق، يمكن شجار محتمل بينه وبين ناس قراب منه، يمكن حاسس أنه في بعض المضايقات وما بيسأل هو ليش هاي القلبان الوش، ليش هاي الكذا، ليش هاي النترة مثلا. يعني على كل الأحوال أنا برأيي الهزات حوالين مولود برج الحوت محتملة اليوم. خليني عايز مولود اليوم، مولود 16 أيلول، وأتمنى له السعادة. شخص بتجرحه الكلمة أكثر مما بيجرحه الفعل، طبعا الكلمة والفعل على حد سواء، بيجرحه الغدر والكذب، لا تفكر تكذب عليه. محب هادئ صموت مزاجي منطوي، لا يفتح قلبه إلا لبعض الناس اللي كتير مقربين واللي بيعتبرهم دائمين وليست العلاقات العابرة. على كل أحوال ما بيفرجي وشه الحقيقي إلا لأناس معدودين على أصابع اليد الواحدة، ما بظن حتى توصل لليد الواحدة إذا بتكون. بحب يحتاجوا الآخرين خير مساعد لألون، بحاول يأمن أموره المستقبلية. شخص يعني شديد الثقة بالآخرين، هذا بيعرضه دائما لاحتيال أو لنصب ممكن. سنة لألو في تحسن بأموره خاصة عائليا، سنة كتير ممكن تحمل بالمتبقي من ارتباط، خطوبة، بداية جديدة، سفر، ترقية، قصص العلاقة بالمهنة. أنا بعتبره بالسنة الأفضل بالمتبقي منها ليرتب أموره ولتكون أموره عموما أفضل. يسعد صباحكم وتضلوا بخير. محمد من مواليد 78، زوجته نور مواليد 87. يعني العلاقة ضمن إطار الجيد يا محمد، ليست الأفضل وليست الأسوأ، مشكلة كل واحد تطلعه شكل. ثقتك بنفسك أنت أكثر مما يجب، عصبي أكثر مما يجب، هي أهدأ تستوعبك وبتحبك وأنت تطمع فيها دائما أنه هي هادية وما رح تجاوب وأنه هي بتحبك، فأنت دائما طمع فيها. والله يا محمد ناخذ من عنا مدام، تفضل. رح ناخذ مصطفى أبو الجدايل، 21/12 هيك كاتب مشان نقراهم صح، 1991، يعني 21/12/91 عن كل شيء. أمورك جيدة يا مصطفى، المتبقي من السنة جيد. أنا برأيي للتغييرات بامتياز، يعني في حظوظ مساعدة، وأنت قديه بتبذل جهود أو قديه يعني حاطط قدامك هدف لتصل له. أنا أرجح قصص عاطفية عائلية عموما أكثر من عمل. سعاد عم تصبح علينا، هي من مواليد 65، كل شيء له علاقة بالعمل، كل شيء له علاقة بالأمور العاطفية ممكن يكون إيجابي. هلأ شوية متاعب صحية يا سعاد، وأنا بدقق كتير على يعني في أعمار بقى بس قربنا على 50، خلاص القصص بدها واحد ينتبه صحياً، ما بقى القصة تاخد مزح. وخاصة أنه الأربع شهور القادمة شيء له علاقة بأسنان، له علاقة بضغط هرمون، هاي القصص انتبهي لها يا سعاد. فاطمة من مواليد 2000، والله سنة ارتباط بامتياز، أنا برأيي كحظوظ مساعدة يا فاطمة، طبعاً اللي رايده رب العالمين بيصير، بس أنا برأيي في عندك حظوظ مساعدة على الأقل للشهر الثاني ثالث سنة الجاي. حسان عم بيسألني مع نورة، هي 88 هو 77. يعني أنا بشوف الأمور جيدة يا حسان، المتبقي من السنة حلو، وارد يكون فيه تغييرات عموماً خاصة على صعيد سفر مثل ما عم تسأل، وارد الحقيقة على كل الأحوال، فالله يقدم فيه الخير يا رب. يسعد صباحكم وتضلوا دائما بخير وايامكم سعيده. يسعد صباحك مدام. صباح الخير. مشاهدينا صار وقت ننتقل نرجع لعند الشيف حسن لنشوف شو صار باللازانيا. شو صار باللازانيا يا شيف؟ هلا حطيناها بالفرن وطلعت هاي النتيجه النهائيه، وان شاء الله تعجبكم والف صحه وغنى. على قلبك يا شيف، رح نشوفها مع المشاهدين على الكاميرا اكيد من بعد شوي بتفاصيل اكبر. طبعا طبق اللازانيا مثل ما بنقول انه بحبوه الاطفال وبحبوه الكبار، قطعه وحده جطعه ما بتأثر جطعه ما بتاثر كثير، بس ان شاء الله يا رب يكونوا موائد كل السوريين اللي عم يتابعونا وقادرين يعملوا هالطبخات وقادرين تكون سفرهم عامره يا رب، ندعي رب العالمين بهالموضوع. شكرا كثير شيف. مشاهدينا اكيد صار وقت نشكر كل حدا تابعنا اليوم، شكرا لكم، واكيد نحن يعني موعدنا بجدد معكم بكره بنفس الموعد على 9:30 لوقتها ان شاء الله، هيك الله يفرجها على هالبلد. آمين. ودائما يعني اهلا ما بيبقى لهم غير كل شيء منيح، بس نحن هيك يعني دائما نطلع يعني هالازمه ورا ازمه، هذا العادي صار تبعنا. سسبنس من بنزين لغاز لمازوت لكهرباء لاتصالات لاقصص كلها الحمد لله على كل حال، تبوا بالف خير.